عليكم أعزائي الكرام، أهلا وسهلا في هذا الدرس. اليوم راح نأخذ مجموعة من الكلمات اللي تبدأ بالاس اتش واللي تلفظ اش ش حرف الشين باللغة العربية. أوكي، هناك الكثير من الكلمات اللي تحتوي على الاس والاتش تبدأ بها أو تنتهي بها أو تأتي أحيانا في وسط الكلمات. راح نأخذ مجموعة من هذه الكلمات، وبعدها أنت أكيد عندك مجموعة كلمات أيضا مر عليك باللغة الإنجليزية، أريد منك تكتبها بالتعليقات حتى توصل أيضا للأشخاص الآخرين. خلينا نبدأ بالكلمة الأولى، كلمة شيك. هزة أو تأتي بمعنى مصافحة. شيك، he shakes hands with other people، هو يصافح الآخرين. he shakes hands with other people. اقرأ معي الآن، he shakes hands with other people. حاول أن تكتبها أيضا بكراسك حتى تحفظها باللفظ الصحيح. إذن he shakes hands with other people. أروح الكلمة الثانية، عندنا كلمة shark مثل ما أشوفها بالصورة، قرش shark، وأحيانا تأتي بمعنى نصاب أيضا shark. أوكي، the movie Jaws is about a man eating shark. A man eating shark. Man eating shark اللي هو قرش يأكل الإنسان. أوكي، تدور أحداث فيلم جوز حول سمكة قرش تأكل الإنسان. A man eating shark. Great. كلمة بعدها shadow. Shadow اللي هو الظل أو الخيال. أوكي، I saw a double shadow of myself. رأيت ظلا مزدوجا لنفسي. Shadow اللي هو الظل. أوكي، كلمة بعدها كلمة shape مثل ما بينه بالصورة، أشكال. The object has a round shape. A round shape، الكائن له شكل دائري. The object has a round shape. إذن الأشكال الهندسية اللي نشوفها قدامنا أيضا كلمة shape. روح الكلمة الأخيرة اللي هي كلمة share مشاركة. share this post right now أو share this video right now، شارك هذا الفيديو لجميع أصدقائك بعد أن ننتهي من هذا طبعا. وتذكر أنه لازم تكتب لي مجموعة من الكلمات اللي تبدأ بالاس والاتش او تنتهي بها. هناك الكثير من الكلمات تقدر ايضا تجمعها اللي تبدا بالاس والاتش واللي تلفظ بلفظ الشين. اوكي، مثل كلمه، انا اعطيك كلمه اضافيه، كلمه شي بمعنى هي. اوكي، واذا تريد ايضا تطلع على كلمات اخرى بامكانك بسهوله الدخول على جوجل، تكتب words begins with SH، راح تطلع لك قائمة طويلة من الكلمات اللي تبدأ بالS والH. هذا راح يساعدك أيضا على زيادة المفردات والحفظ لهذه الكلمات المهمة باللغة الإنجليزية. طبعا هذا الدرس والكثير من الدروس ننشرها بشكل يومي على الانستغرام، لهذا السبب انضم إني على الانستغرام وحاول أنه تستفيد من هذه الدروس بشكل مستمر، لأن راح أنشرها أيضا على اليوتيوب وأيضا على الانستغرام بشكل يومي. بهذه الطريقة راح تزيد مفرداتك ويصير عندك خزين كبير من المعلومات. اوكي، so share this post right now. خلينا نسوي مراجعة سريعة الكلمات المرة ويانا. الكلمة الأولى كانت shake. He shakes hands with other people. Shark، قرش. The movie Jaws is about a man eating shark. اقرأ معي، The movie Jaws is about a man eating shark. ركز كثيرا على اللفظ الصحيح، طبعا الكتابة مهمة أيضا لا تنساها. Shadow I saw a double shadow of myself. الكلمة بعدها كانت كلمة shape الأشكال. The object has a round shape. والأخيرة كانت عندنا كلمة share this video or post right now الآن. أوكي، حالا
طبعا خلصنا الآن هذني المعلومات، أتمنى تكون استفادت من عدها، وانتظرني في فيديو آخر. اضغط على لايك وسبسكرايب للقناة إذا كنت أول مرة تشاهدنا، وتابعنا على صفحتنا على الانستغرام سفيرز أكاديمي. شكرا لك على المتابعة، وألقاك قريبا. إلى اللقاء.